الخير، كيفكم؟ شكرا مرة ثانية لمتابعتكم معنا في قناة الفيسبوك في برنامج التخفيف من طب وجراحة العيون. احنا هلا معنا وياك في المركز العربي، معنا الدكتور سمير، معنا المساعد الشخصي الايدي اليمين ربيع، وهيثم اللي ما بنستغنى عنه. اليوم حنتكلم معانا كمان البادي جارد تبعي، المساعد التخدير نمبر 1. شو اسمك حضرتك؟ ما عنده حزام اسود، بيشتغل بعد الظهر بادي جارد. اوكي، هلا بالنسبه للحاله الحزام بنشتغلها وزاره السعد وزراعه عدس داخل العين. السعد هو عتامة عدسة العين الطبيعية اللي هي أصلا تكون شفافة مع مرور الوقت لأسباب مختلفة، ممكن تكون وراثية، ممكن تكون مكتسبة، ممكن تكون عمر، ممكن أمراض ثانية داخل العين أو استخدام أدوية. تعطيني الإضاءة أكثر شوي. دكتور سمير علاقات طبعا. نعم علي الضوء يا بنتي، اللي كان أول أحسن. دكتور سمير علاقات استشاري التخدير، اسم التخدير في المركز العربي، من 30 سنة. طبعا هو صغير بس 30 سنة هيك يعني نحكيها عشان نحسب. كل سنة 5 سنين. إذا عندكم أي سؤال دكتور سمير بخصوص التخدير هو جاهز إنه يجاوبكم. أكيد. هلا نحن الخطوة الأولى إنه عملنا فتحة بالعدسة العين اللي فيها المية البيضاء، بعدين عم نعمل فتحة أكبر، نفصل النواة عن وصلناها، بعد ما نفصلها ندخل نقفلها. Three stages, it's not mature. I said it's good for it. You see it? Did you have this mucheco? Infinity? You shake it out from it. Can I do an iron chopper? زراعة العدسات طبعا علم كبير، بعض الأحيان نزرع عدسات بتصحيح نظر سواء كان طول أو قصر، بس بالحالة زي هيك لأنه العدسة تفضل شفافيتها